إذن مشاهدينا الكرام، وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الشرقية للسكر، وذلك لبدء الاحتفال بعيد العمال. دائما يحرص سيادة الرئيس بأن يتواجد وسط العمال للاحتفاء والاحتفال بالسواعد المصرية الجادة المخلصة التي دائما تبذل قصارى جهدها لكي تعمر هذا البلد، ودائما تعمل على التنمية والتعمير في ظل تنمية مستدامة واستراتيجية مصر 2030.